التعاون إبراهيم العزب. أولا النص: يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع. فقالت الشيوخ للشبان: الأمر سهل وهو بالإمكان، نقيم سدا فيه نحفظ المطر، ومنه نروي زرعنا على قدر. فاستحسنوا مقالهم جميعا ونهضوا لشغلهم سريعا، فأينعت حقولهم بالكد وغرد الشلال فوق السد. المفردات: معمورة معناها مسكونة، ومضاد معمورة مهجورة أو خالية، خالية من السكان. بالغنى مغمورة، بالغنى مغمورة بالخير مملوءة، مليئة بالخير. نضبة، نضبة جفة، ومضاد نضبة فاض أو سال، لأن نضبة يعني جفة يعني ما عادش في مية. فاض أو سال بقى في يعني مية، عكس نضبة. غلب الحزن سيطر وساد الحزن، ومضاد غلب الحزن الفرح، مضاد الحزن الفرح. سال تدفق، ومضاد سال تجمد. سال يعني تدفق الماء، يعني الدمع اللي هو ماء العين، يعني الدموع بتاعت العين، وجمع دمع أدمع ودموع. سهل يسير، ومضاد سهل صعب، معروف. نقيم ننشئ أو نبني، ومضاد نقيم نهدم. نحفظ معناها نصون، نصون الماء، ومضاد نحفظ نضيع. نروي يعني بنسقي، نروي الماء نسقي الماء، ومضادها نعطش، نعطش نعطش الماء، نعطش الزرع يعني. مقالهم كلامهم: نهضوا قاموا ونشطوا، ومضادها كسلوا وتغاصوا. شغلهم عملهم، والمضاد الفراغ، مضاد الشغل الفراغ. أينعت أي طابت واستوت، أينعت الحقول، طابت واستوت الحقول، ومضاد أينعت ذبلت وماتت، ذبلت وماتت. الكد التعب، ومضادها الراحة. الكد اللي هو بتتعب لك، مضاد الكد بقى انت بترتاح. غردة غنى بصوت جميل، ومضاد غردة بكى أو ناح. غردة يعني غنى بصوت جميل، مضاد غردة بكى أو ناح. ثانيا بقى الشرح: كانت هناك قرية عامرة بأهلها وقد كثر فيها الخير والنماء. كانت القرية معمورة بأهلها وفيها خير كتير، وقرية فيها نماء كتير. تبدل حال القرية فكف مصدر المياه، فمات الزرع فأدى إلى سيطرة الحزن على أهل القرية. طبيعي، لأن ما يجي في مصدر مياه هيموت الزرع، وده هيخليهم يزعل. ظهرت وقتها حكمة الشيوخ الناتجة عن تجاربهم السابقة، فنصحوا الشباب بأن علاج المشكلة سهل وممكن. ساعتها الشيوخ عشان كبار في السن لهم تجربة سابقة، فنصحوا الشباب بأن علاج المشكلة دي سهل وممكن. هو أن حي نبني سد، نبني سدا ليحفظ المطر من الضياع، ونروي من ذلك الماء الزرع بمقدار مناسب. هنسد عشان نحفظ المطر من الضياع، عشان نستفيده، لأنها لو ما عملناش سد ساعتها المية مش هنستفيد منها. ونرمو من المية بتاعت السد دي الزرع بمقدار مناسب، عشان ما ينفعش نصرف في المياه. أعجب الشبان بالفكرة وقاموا في نشاط يعملون على بناء السد. طبيعي لازم يبقى في نشاط، ولازم يعملوا السد علشان تتحل مشكلته. فكان أثر ذلك أن طاب ثمار الحقول واستوت نتيجة الجهد الذي قام به الشباب، كما سمع الجميل الصوت الجميل للماء اللي هو كان بيتدفق من السد. كان أثر ذلك أن الحقول ثمارها طابت واستوت عشان في مية، نتيجة الجهد اللي قام به الشباب، وكمان عشان كان في مياه بتتدفق من قدام السد، فالناس كلها سمعت صوت جميل لسقوط الماء امام السد. ندخل بقى على مواطن الجميل. معمورة مغمورة، كلمتان بينهما جرس موسيقي جميل الواقع الاسود. معمورة مغمورة فيهم جرس موسيقي. بالغنى مغمورة تعبير جميل بيصور الغنى بماء يغمر القرية، وده دليل
هذا دليل على شمول الخير لكل أهل القرية. يعني بغنى مغمورة، تعبير جميل بيصور الغنى ده هو الغنى بماء بيغمر القرية كلها، وده دليل برضو على ان الخير بيشمل كل أهل القرية مش ناس وناس. نضب النبع ومات الزرع. الجملة التانية اللي هي مات الزرع نتيجة للأولى، فعندما يجف الماء يموت الزرع. يعني لما مات الزرع يبقى ليه؟ لأن نضب النبع، لأن لما الماء بتجف ساعتها لازم هيموت الزرع لأن مفيش ماء. سدا، كلمة سدا دي جاءت نكرة للتعظيم. سدا جاءت نكرة للتعظيم. فيه جاءت أنسب من به، لأن نقيم سدا فيه نحفظ المطر، أحسن ما نقول نقيم سدا به نحفظ المطر. ليه؟ لأن فيه بتدل على اتساع السد وكبره. يعني فيه جاءت أنسب من به، حيث تدل فيه على اتساع السد وكبره. نحفظ، جاء الفعل بصيغة المضارع يدل على استمرار التجدد. نحفظ مش حافظة أو هيحفظ، نحفظ حاجة شغالة دلوقتي وهتفضل شغالة. نروي بصيغة الفعل المضارع للتجدد والاستمرار، نفس الفكرة، حاجة لسه شغالة وهتفضل شغالة. فاستحسنوا مقالهم، الفاء دي بتدل على سرعة إعجاب الشباب بكل بكلمة الشيوخ. يعني مش استحسنوا مقالهم، فاستحسنوا مقالهم بتدل على سرعة الإعجاب والتنفيذ على طول لأنها فكرة عجبته. نهضوا، الفعل بيدل على النشاط والقوة وحب العمل ورغبة الشباب في تنفيذ نصيحة الشيوخ. الفعل ده بيدل على النشاط والقوة وحب العمل ورغبة الشباب في تنفيذ نصيحة، شيء واضح بيدل على ان في نشاط وقوة عند الشباب، وان الشباب دول بيحبوا العمل وهم عندهم رغبة في تنفيذ نصيحة الشيوخ دول. سريعا بتدل على الهمة والنشاط، كما انها بتدل على شدة الحاجة لبناء سد، بتدل على الهمة والنشاط مش بطيئا لا بسرعة، كما بتدل على ان احنا فعلا محتاجين نبني السد ده. فأينعت، الفاء بتدل على السرعة، وهذا يدل على ان نتيجة العمل ظهرت سريعا على الحقول وثمارها. الفاء بتدل على السرعة، وده بيدل على ان نتيجة العمل بتظهر بسرعة على الحقول والثمار. فنتيجة العمل لازم هتظهر على اي حاجة فيها جهد، لازم نتيجة العمل هتظهر بسرعة. بالكد، الباء بتدل على سبب الكد. ايه هو سبب الكد؟ سبب الكد ان هو سبب الكد، وهذا يدل على ان العمل الجاد والمخلص لابد ان يؤتي ثماره بسرعة. وكلمة الكد تدل على التعب والمجهود. الكد بالكد، الباء تدل على سبب الكد، وهذا يدل على ان العمل الجاد والمخلص لابد ان يؤتي ثماره بسرعه. وكلمه الكد تدل على التعب والمجهود، لازم العمل الجاد والمخلص لابد ان يؤتي ثماره، يجيب ثماره بسرعه. وكلمه الكد تدل على انهم تعبوا بكد. غرد الشلال، صور الشلال طائرا يغرب مما يوحي بالفرحه والسعاده. يعني صور الشلال ده بطائر بيغرد، وده بيوحلنا ان فيه فرح وسعادة نتيجة ان الجفاف خلص. شكرا لكم على استماعكم. نفهم نتعلم ببساطة.